بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في اللايف التاسع عن سلس البول. النهاردة الحلقة الأخيرة عن التبول اللا إرادي الليلي في الأطفال، وده هنتكلم النهاردة عن العلاج. العلاج فيه أساسيات. نمرة واحد، احنا مش هنبتدي حركات العلاج في الوقاية، في الحاجات دي هنعملها قبل كده، قبل سن ال5 سنين. حاجة تانية، ان انا بعالج سلس البول سواء الاولي او الثانوي، الاثنين زي بعض. الحاجة التالتة، ان انا بعالج الاعراض المصاحبة او المشاكل المصاحبة مع علاجي للحالة. حاجة اللي بعد كده، ان انا العلاج النفسي لما باجي اعمله بعمله بالاسباب المحيطة او المؤدية للمرض النفسي، وليس علاج المرض النفسي مباشرة، لان علاج المرض النفسي مباشرة ما بيعملش نتيجة. ادي العلاج اساسا زي ما قلنا علاج لا دوائي، زي ما قلنا ده اللي بنبتدي بيه. فطيب ايه العلاج اللا دوائي؟ نمرة واحد، اننا مفيش لوم ولا عقاب ولا توبيخ للطفل، ولكن دايما بيبقى فيه اخد بايده، تفهم لحالته، والشيء الطبيعي لازم نشرح له، لازم نعامله على انه حاجة كبيرة وكيان. ازاي يحسب كمية البول؟ يبتدي هو يشارك مشاركة فعالة في علاج الحالة بتاعته، فده بيبقى جهاز الانذار بتاع التبول، وده موجود في فيلم الفيديو على قناتي باليوتيوب، موجود الجهاز ده، يعني جهاز ظريف ونسبة الاستجابة فيه بتوصل ل 60-70%، وده جهاز ظريف جدا، ممكن تشوفوه على قناتي في اليوتيوب بروف حاتم سعد، وده موجود حصري، وحتى موجود فيلم فيديو هو طويل شوية بس متكامل عن اي حد عنده حالة من السلس البول الليلي. الحاجة اللي بعد كده، بتبتدي تمرينات التبول وحساب كمية السوائل اللي داخل الجسم. احنا بطلنا حكاية اننا نحد كمية السوائل في النهار، احنا بنحد كمية السوائل ساعتين قبل النوم بس، وبنشجع الطفل ان هو يروح دورة المية كل ساعتين، اللي هي بنسميها تمرينات المثانة وخريطات التبول، زي اللي كنا بنعملها في تمرينات البوتي زي ما قلنا لكم في اللايف اللي قبل كده. نخش بقى في العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيبقى يعني بنبتدي نلجأ له لما بتكون الحالة رافضة جهاز الإنذار ان هي تستخدمه، او الحالة ما عندهاش لا هي ولا الطفل ولا عيلته ما عندهمش الدافع القوي للاستمرارية في هذه التعليمات. وطبعا احنا في هذا المجال ينصح اننا نحاول كويس قبل ما نستسهل ونقول ده ما عندهمش الدافع. الحاجة اللي بعد كده، لما بيبقى في حاجة ان انا عايز اوصل بالطفل مرحلة الجفاف بسرعة لظروف، يعني مثلا مسافر سفر، هيتعرض، هيبقى موجود قدام ناس، هينام في مثلا في طالعين رحلة او طالعين في مصيف، فهيبقى موجود وسط يعني عيلة، فهي يعني علشان يبقى الكلام ده في حالة الجفاف. الأدوية دي في نوعين من الأدوية، عيلتين من الأدوية، في عيلة اللي هو العيلة الرئيسية اللي بتستخدم دلوقتي، اللي هي يعني المماثل للهرمون اللي مانع لإضرار البول، ده بيستخدم، كنا زمان بنستخدمه بخات للأنف، دلوقتي بنستخدمه قراص من قرص لثلاث أقراص، وبنستخدمه لغاية 6 أسابيع، وبيحقق نتيجة كويسة برضو حوالين 60%، بس الانتكاسة بعد تبطيله بتبقى نسبتها عالية، بتوصل 20%.
الحاجة اللي بعد كده إن الدواء ده بيؤدي إلى زيادة السوائل داخل الدم، فنخلي بالنا من النقطة دي، وممكن يؤدي إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، فدايما نقيسه بانتظام. المجموعة التانية من الأدوية اللي هي أدوية مضادة للاكتئاب بنسميها تراي سايكليك أنتي ديبريسنت، ممكن تستخدم لزيادة قوة العضلة بتاعة مجرى البول، وبتهدي عضلة المثانة، ودي ممكن برضو تستخدم، وبيبقى لها أعراض جانبية زي نشفان الريق والدوخة، يعني بتبقى معروفة. وبيبقى الأعراض الرئيسية في المجموعة التانية إن هي بيبقى لازم نبقى واخدين تاريخ الدوائي كويس للطفل، لأن الدواء ده بيتفاعل مع لستة يعني طويلة من الأدوية، وفي بعض التفاعل مع الأدوية التانية بيبقى عنيف. طيب إيه بصفة عامة يعني الحالة دي مدى استجابة الجسم للمدى البعيد لها إيه؟ لا دي حاجة بسيطة، ونسبة الاستجابة بتبقى حوالين 70%، سواء كان غير دوائي أو دوائي. بس غير الدوائي احتمال الانتكاسة بيبقى أقل، وبيبقى الحالة شاركة مشاركة فعالة طبعا، ودي بتبقى ميزة، وبيبقى كسرت حواجز نفسية كتير. الحالة بتبقى مطلوب اللي هو العلاج غير الدوائي اللي احنا قلناه. الحاجة اللي بعد كده إن لما بيبقى ده بسبب يعني رغبة ملحة في التبول، الاستجابة بتبقى أعلى، إن نسبة الانتكاسة زي ما قلنا دي بتتراوح من 10 لـ20%، بيبقى مع العلاج الدوائي بتوصل 20، ومع العلاج غير الدوائي بتبقى 10%. الحاجة اللي بعد كده إن النسبة بتستمر عدة سنين أكتر من إيه، من 1 من 2 لـ3%، وبتوصل في البالغين لغاية سن يعني للبالغين بتبقى نسبتها 1%. في فيلم فيديو كامل عن الموضوع بتاع التبول اللا إرادي في الأطفال، وأنا في انتظار أي أسئلة ليكو عن التبول اللا إرادي في الأطفال أو سلس البول بصفة عامة. وأنا في انتظار يعني الخميس الجاي هنتكلم على نوع آخر من السلس البولي، والسلام عليكم ورحمة الله.